يوم جديد وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر سيدتي. نطل عليكم عبر روتانا خليجية لمدة ساعتين على الهواء. أنا ريم وأقدم لكم هذه الحلقة مع زميلتي ربنا. أهلا وسهلا يا ربنا. أهلا وسهلا ريم، مساك الله بالخير والله مسي طبعا على السادة المشاهدين والمشاهدات. زي ما قالت ريم هنكون معاكم ساعتين مباشرة على روتانا خليجية في برنامجكم المميز سيدتي، واللي ما يسمح له جدول ويتابعنا على الهواء يقدر يتابع كل الفقرات والضيوف واللقاءات على حساباتنا على التواصل الاجتماعي. ايش عندنا ريم؟ خلينا نشوف يا لبنى ايش ابرز العناوين لحلقتنا لليوم. اصغر مبتكرين يستعرضان ابتكارهما في استديو سيدتي. اتيكيت التعامل مع الاخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هل أصبح التظاهر في البراندات العالمية مرض اجتماعي؟ ماذا لو عاد معتذراً بعد الخيانة؟ وفي بداية جولتنا الإخبارية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة، وذلك في بداية شهر يوليو المقبل وفقاً للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، بهدف رفع جودة خدمات نقل الركاب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وحيث ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال. أنا عجبني نظام الأجرة، كل ماله فيه تطور وفيه خلينا نقول نحط معايير ونظام جديد، بداية من التسعيرة والعداد، واليوم بنشوف كمان تطبيق الزي الموحد، لأنه صراحة بما أني أنا بأدفع فلوس ومو قليل، يعني ترى اليوم أسعار التكاسي أو سيارات الأجرة ترى هي ما هي رخيصة، فيجب أني أكون متوقعة أنه رائحة نظيفة، مظهر لبق ونظيف، ومكان نظيف، يعني أنا بركبه بيكون ذو جودة عالية. طبعا أتفق مع كريم، وأنا بالنسبة لي يمكن يجي بعض الناس يقول لك إيش هيقدم هالتفصيل؟ لا هيقدم كثير. إحنا دولة تنظر في الجودة لأصغر التفاصيل، معاييرنا أصبحت أعلى المعايير اللي تواكب مثلا كل الأنظمة العالمية، سواء كان من أعلى نظام ممكن يطبق في الدولة إلى أقل نظام اللي هو ممكن يكون في مثل هذه التفاصيل البسيطة، خاصة أن احنا دولة الآن يأتي لنا كل الناس من كل أنحاء العالم، وهنقارن سياحيا ونقارن في خدماتنا مع أكبر الدول السياحية وأكبر الدول اللي تقدم مثل هذه الخدمات، فكنا ننظر لهذه التفاصيل معناته احنا قاعدين نشتغل على كل خدماتنا بأعلى وأفضل جودة أكيد ممكنة. خليني ريم أخذك أنت والمشاهدين إلى خبر آخر. وفي ليلة من ليالي الطرب الأصيل والتي نظمتها وزارة الثقافة مساء يوم أمس الجمعة، جمع مسرح أبو بكر سالم كل من الفنان القدير كاظم الساهر والفنانة الجميلة زينة عماد، وذلك بالتزامن مع ختام النسخة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى. كاميرا سيدتي نقلت لنا أجواء الحفل، نتابع التقرير. Yeah.
إنجازات بصراحة أنا جدا سعيدة إني قاعدة أحققها ولله الحمد يعني في وقت الحمد لله قصير. شاكرة طبعا كل مجهودات وزارة الثقافة وهيئة الترفيه على الأشياء اللي قاعدين يسووها على الدعم اللي أنا قاعدة أشوفه، لأن بصراحة هذا قاعدة أشوفه يعني أكثر شيء قاعد يخليني أتقدم خطوة بعد خطوة وأفكر يعني بإني أطلع بشكل جديد عن المرة اللي فاتت. طولتوا في التقرير ما شاء الله تبارك الله. أول شيء هعلق تعليقين ريم إذا تسمحي. تفضل. صوت القيصر يعني كنت أقول لريم تحت الهواء أنا أبغى أجلس أنا وكاظم الساهر ويغني لي وأستمتع بغناه وأحس أن الأغنية تكون خاصة لي كذا عشان أستشعرها أكثر وأكثر، فلكن لربما الأحلام تحقق في يوم ما. أحب كثير 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 يعني أحيي زينة وجمال زينة ولباقة زينة وصوت زينة الجميل وشطارة زينة وموهبة زينة اللي خلتها اليوم اسم في ساحة فنية صعبة جداً المنافسة فيها، وأنها تقف على مسرح في حفلة هي والقيصر في يوم واحد في جمهور واحد تغني بهذه القوة وبهذه الطلاقة، وفي نفس الوقت سعودية حافظة على هويتها الجميلة، كانت رائعة. فأنا أحييها جداً 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 جداً، وأحيي كمان وزارة الثقافة اللي قاعدة نشوف إبداعهم وفكرة إنه يكون حفل غنائي بالفصحى. هذا أنا أشوفه تعزيز للثقافة، تعزيز للهوية، وتعزيز للغتنا الجميلة. أكيد طبعاً لبنى يعني صراحة شيء جداً رائع، وما نستغرب من بنتنا إنها تصل إلى هذا المكان لأنها بالفعل موهبة حقيقية. خلينا أخذكم إلى خبر مؤسف للأسف. تعرضت طفلة لخطأ طبي في أحد مستشفيات تبوك بسبب تصرف غريب من إحدى الممرضات في علاج الطفلة. قام والد الطفلة والتي تدعى حور بنشر تغريدة يخاطب فيها وزارة الصحة وكتب بأن صحة الإنسان أولاً، فما بالكم لو كانت طفلة. تعرضت لحدث مؤلم ووالدها ينتظر والوالد ينتظر تدخلكم بشكل عاجل، مطالبا مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مخاطبة الطب الشرعي لكي يتمكن من إصدار تقرير معتمد. راح نتعرف على تفاصيل هذه القصة، يرويها لنا الأستاذ عوض العطوي والد الطفلة حور. هلا وسهلا بك أستاذ عوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تعطينا التفاصيل، ماذا حدث بالضبط للطفلة حور؟ يوم الخميس الماضي اللي هو تاريخ 18/10/1434 تمام الساعة الثانية عشر مساء توجهت بنتي للمستشفى خاص. نعم. قسم الطوارئ كشف عليها الدكتور وقال درجة الحرارة مرتفعة عندها تحتاج إلى تحميلة، فجت الممرضة فكانت بنتي ملقاة على جنبها الأيمن، فأثناء وضع التحميلة كانت الممرضة تضغط بشكل متكرر فيها، فكانت والدة حور جاء شعور كذا فتأكد من التحميلة يمكنها صح ده التحميلة، فتأكدت أنها دخلت المنطقة الأمامية. نعم. أنا استدعيت الدكتور فورا، تخيل يعني بكل برود يقول لي لا تقلق، يعني كثير يحصل معانا كذا ولا كذوم الممرضة يعني طول وقتنا شغالة وإن شاء الله ما يحصل لنا إلا كل خير. عجيب. أنا فورا اتصلت على وزارة الصحة. رفعت شكوى بالمشكلة اللي حافظة كامل، والله اللحظة هذه ما شفت أي تجاوب ولا أي أحد تواصل معاي بخصوص الموضوع. بعدين توجهت بعد ما طلعت من قسم الطوارئ توجهت إلى مستشفى الولادة والأطفال أبغى أكشف على البنت طبعا. عند الدكتور قال لي إلا عن طريق الطبيب الشرعي،
أنا من مركم هذا أناشد وزير الصحة بالتدخل بشكل عاجل لتحويل بنتي للطب الشرعي. إحنا أهم شيء عندنا يعني طبعاً التصرف اللي سويته تصرف ممتاز، تصرف صحيح، والغريب في الموضوع هو رد فعل هذا الطبيب المناوب اللي بيقول عادي يومها طويل، تحصل الأخطاء، تحصل الأخطاء في بنات الناس، تحصل الأخطاء في الأطفال. يا ترى من هذه الحادثة نعرف إنه كم عدد ضحايا هذه الممرضة؟ الله أعلم، اللي يبدو إنها لا تعرف أبجديات التمريض. فهذا كلمنا عن رد فعل الطبيب المناوب، يعني لم يتعاون معك، قاعد يدافع عن الممرضة؟ طبعا يقول لي يعني كل برود، يقول لي صارت معنا كثير، لا تقلق، يعني ما في إن شاء الله ما فيها شيء إلا كل خير. صارت معنا كثير، يعني هذه الجملة صراحة يعني مقززة وجملة في غير مكانها من الطبيب صراحة. جدا والله العظيم جدا، وحتى يعني حالة أم نور يعني سيئة، والبنت يعني، لكن نتمنى إلا اللحظة هذه تجاوب باسم وزارة الصحة. نعم أبو حور، أولا يعني أول شيء خليني أسألك سؤال كذا، كيف حور الآن؟ إيش حالتها بالضبط لو تشرح لي؟ والله حالتها سيئة جدا. هي وينها الآن؟ حالتها موجودة مع أمها. في البيت أو في مستشفى؟ لا في البيت. في البيت. هل أخذت تشخيص معين من المستشفى من المكان، ولا خرجت بعد هذه الحادثة والحديث مع الطبيب والممرضة أخذت حور ومشيت؟ بعد ما صار ما طلعت من المستشفى إلا رفعت البلاغ. ممتاز. طلبوا مني وزارة الصحة اسم الممرضة، جيت قلت إيش اسمك، أعطت لي اسمها، زودتهم فيها هم أثناء معي اتصال على البلاغ اللي هو 937. نعم. فما خرجت أنا إلا بعد ما انتهى البلاغ وكل شيء، واتجهت فيها فورا الى مستشفى الاولاد والاطفال. انا بس ابغى اطمنك على شغله، تاكد 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 وانت اخر تواصل، تاكد ان اكيد هتكون في استجابه الا وزاره الصحه. وزاره الصحه السعوديه اثبتت بجداره ورياده ان هي تعتني بكل ما يخص اي مريض، كبير صغير طفل مقيم. فيعني ما ابغاك تعتقد ان يمكن تاخير الرد قد يكون معناته تجاهل، ولكن تاكد ان الامور هتؤخذ في مجراها الاكيد، ويمكن كمان من منبر سيدتي صوتك يوصل اكثر واكثر. ليه أنت تحتاج، أبغى هذا توضيح لي وللمشاهدين، ليش تحتاج تقرير الطب الشرعي؟ إيش أبعاد هذا التقرير؟ تقرير البنت لو يضمن لي أن البنت سليمة ما فيها شيء. يعني تخيلي كانت الممرضة تضغط فيها مرتين. نعم. مو مكانها الصحيح. نعم. فأنا بطمن على بنتي، من حقي أني أعرف أن البنت سليمة. ما أخذت التقرير هذا من نفس المستشفى؟ ما طلبت منهم شرح الحالة، تقرير إيش اللي قاعد يصير بشهود عيان كانوا موجود اللي هو أنت وأمها؟ هذه مستشفى خاص صح؟ طبعا مستشفى خاص ومستشفى كبير، يعني استفزني الدكتور لما قال لي لا تقلق ما فيها شيء، صارت معنا كثير. ما طلبت إدارة المستشفى؟ يعني ما حاولت تصعد، ما حاولت تصعد الموضوع داخل المستشفى؟ كان وقت الساعة 12 مساء في الليل، ما كان في إلا قسم الطوارئ. نعم. فقال لي إحنا نكتب التقرير الملاحظة هذه كاملة ونبلغ فيها الإدارة. يعني تخيل اللحظة هذه ما طلعت من المستشفى إلا وأنا من رافع بلاغي كامل عن طريق وزارة الصحة، وما حتواصل معي الآن. لا راح يتواصلوا معك بإذن الله، خصوصا إنك قمت بالعمل الصحيح، إنك في نفس اللحظة بلغت ورفعت بلاغ، وإن شاء الله راح يكون في تفاعل معك. ومن حقك كأب إنك تطمن على ابنتك، يعني والمفروض أصلا إنه لا يحصل هكذا نوع من الأخطاء، وخصوصا مع الأطفال اللي المفروض إحنا بنحطهم ومتوقعين إنه إحنا حطيناهم في أيدي أمينة. فطبعا هنا وجبت المحاسبة، وأكيد ما رح يمر هذا الموضوع مرور الكرام. مهم جدا أني أسألك، ما هي ردود الأفعال عندما غردت بهذه التغريدة؟ والله من غردتنا من التغريدة من شفت ما في تجاوب من وزارة الصحة، من حالتنا صارت سيئة، الأم والبنت وبانا مشغول فيها، يعني ما في تجاوب نهائيا للحظه هذه. فغردت ثالثا في لا تجاوبت معنا وزاره الصحه، ولا رفعنا معالي وزير الصحه، وان شاء الله انه يجيب نتيجه باذن الله. باذن الله.
أبو حور، إن شاء الله نسمع أخبار ممتازة إن شاء الله وجيدة في القريب العاجل، وتأكد تأكد قطعاً بتواصل وزارة الصحة أكيد في أقرب وقت، تجاوبوا مع شكاوى أقل من ذلك فما بالك بهذه الشكوى، فاطمئن. مشاهدين، أخذكم إلى خبر آخر. في تحديث جديد وكثير من الناس يمكن ينتظرونه بفغر الصبر، أعلن تطبيق الواتساب عن ميزة جديدة تسمح الانسحاب بهدوء من مجموعات الدردشة الجماعية من دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين. ممتاز. الله، شوفي أنا دائما أقول إنه يعني الطريق بين النقطتين وهو يكون بالخط المستقيم، أنا ما عندي أي مشكلة يعرف أو ما يعرف، يعني انسحب زي اللي انسحب بهدوء من حياتك، عارف اللي يختفي فجأة كذا، لا قول له خلاص يا جماعة سلام عليكم، مع السلامة. شوفي أقول لك شغلة ريم، يمكن أنت شخصية ستريت فورورد صريحة واضحة، أنت ما تفرق، بس في ناس دائما عندهم المجاملة فوق الجنة، هذه الناس هم اللي تخدمهم هذه الميزة. بس أرجع أقول كان في يعني موضوع دخولنا في جروبات هذه ما أصبح ترى إجباري، لأن أصبحت في طريقة جديدة يرسلوا لك مثلا لما أحد يبغاك تنضمي لمجموعة، في الأول كان إيش، فجأة تلقي نفسك أنت في مجموعة جديدة، الآن أصبحت الطريقة أنا أبغى أضيفك، فيجيكي رسالة من الواتساب برابط وأكتب لك عزيزتي ريم أدعوكي للانضمام. ممتاز. تبغي تدخلي فأنت دخلتي بإرادتك، ما تبغي تدخلي فأنت بتقولي لي أعذريني وخلاص الحديث بيتم. فكرة أن الناس تدخل ناس في جروبات الجماعية المفاجئة، ما أعرف إذا هي إلى الآن تتم هذه الطريقة أو لا، فما أعرف، ولكن كل ما ميزة تسهل علي الحياة في التواصل الاجتماعي أكيد أنا هكون معها. طيب حلو، خلينا أخذك على هذه اللافتة اللطيفة اللي نشرتها سيدة على موقع التواصل الاجتماعي لورقة تركها زوجها قبل مغادرته المنزل على الميزان، كتب فيها رسالة بسيطة وهي: ليس مهما ما يقوله هذا الجهاز، أحبك كما أنت. وأكيد لاقت هذه الصورة تفاعل كبير وتعليقات مختلفة حول هذا التصرف. أنا توي أنتبه إنه الرسالة باللغة الإنجليزية، فأرطمن وترى ما هو من جماعتنا، ما هو من جماعتنا يا جماعة. أي فيعني شوفي الأجانب يعني حقيقة يعني لازم هنا أقول شهادة حق يعني نعترف فيها. أيوة الأجانب، أنا أقصد الأوروبيين أكثر، مرة يقدس الزوجة والحياة الزوجية ولا ينظر للزوجة هذه النظرة إنه جسمك خيري بأنت وحشة أنت صرت دبة، مرة يقدر إنها تمر بفترة. ما عنده خيار يتزوج الثانية يا ريم، ما عنده خيار يتزوج الثانية، لو عنده خيار كان صار زي خوينا هنا، لكن ما عنده خيار، هو هناك خلاص علاقة أبدية، مضطر إنه هو يحط سياسة انسجام. لا بالعكس، هم المبدأ حقهم حق الزواج مختلف شوية، يعني في تقدير وتقديس لرابط الزواج وللزوجة تحديدا، يعني إنه أم الأولاد، إنها تعبت معايا، لأنه يمكن شوفي يمكن لأنه الزوج بيعيش مع الزوجة كل مراحل الحمل، الولادة، يدخل مع خوينا هنا ما يعيش معها. لا أنا أقول لك إحنا عندنا هنا في عيب، احنا عندنا هنا مجرد ما تجي تولد تروح تجلس 40 يوم في بيت اهلها، وهو يجي ضيف يسلم على النونو، وهذا خطا دائما انادي انه المفروض ما يحصل هذا الشيء، لازم الزوج يسهر معك يتعب معك يغير للنونو يشوف تعبك بعد الولاده يشوف المراحل. يا ريم يا ريم اذكر الله، قولي لا اله الا الله، لا اله الا محمد الله. رسول الله. يا ماما هو ما يستناها تولد. نعم. هي اول من شهور الوحم، هو ده من اول شهور الوحم، اول ما تقول لك مش قادرة خلاص يا حبيبتي عشان بس أمك ترعاكي أكثر تفضلي على بيت لا أهلي. أنت ترعاني. لا وين أرعاكي؟ وين أرعاكي؟ تقعد 4 شهور يلا تستوعب أنها حامل، تقولك أروح عند زوجي أقعد مع زوجي، تقعد شوي مين بيرعاكي، مين بيهتم فيكي، مين بيأكلك، مين بيشيلك، خاصة أول ما تدخل الشهر الثامن قصة ثانية، شلون تنام وشلون تقوم، روحي عند ترى والله في أزواج يسووا زي كذا ويحبوا زوجاتهم ويحبوا يعيشوا معاها هذه تفاصيل الحمل والولادة والتعب، ولازم يعيشوا هذا، لازم يشوف زوجته كيف بتتعب كيف بتمر بهذا. هذا لازم ولا بيصير يعني أنت؟ لا بيصير، عند في موجود. شوفوا هي قالت لكم بيصير موجود وعلى خجل. ريم قالتها على خجل، أتمنى وما حطت عينها بالكاميرا، فأتمنى قياس ودراسة البادي لانجوج حق ريم وهي قاعدة تعزز الموضوع. ريم نعم. ودي وإحنا ننزل هذه الفقرة في السوشيال ميديا يحطون استفتاء تحت. نعم. هل الرجل فراغ، ما هحدد، هل الرجل فراغ يشارك زوجته في حملها، يشارك زوجته في تعبها، يعرف إيش تكره وإيش تحب وهي حامل، يعرف معلش وانت بكرامة إذا لاعت نفسها وحبت ترجع بيكون جالس جنبها يتحمل. أيوة. هذه المشاهد. أيوة. ويتحمل هذه الأمور، ولما تروح المستشفى رايحة جاية رايحة جاية معاها. رايحة جاية بيكون معاها.
إن راح معها كله الله خير وصلها هي وأخته أختها ولا أخته ولا أمه توصل للمستشفى تدخل المستشفى ويقعد في السيارة لا ويقدم. لا حرام أنا لما كنت أراجع هنا في الرياض أيام يعني حملي كنت أشوف أزواج مع بعض صراحة كنت تشوفي أزواج مع بعض كنت هذا كان متكت أيام قبل سنتين ثلاث فأنا أتمنى والله التفاعل يعني أبغى أسمع فعلا يمكن أنا اللي حد يعني قديمة عهد بالموضوع لا لا يمكن الناس تغيرت إيه تغيرت أولادنا ورجالنا تغيروا وأنا مدري قاعدة على عهد القديم فأثبتوا لي إن في تغيير لا إن شاء الله يثبتوا لك يا رب إن شاء الله يثبتوا لي مشاهدينا انتهت كذا جولتنا الإخبارية فاصل ونرجع لكم نكمل باقي فقراتنا بعد الفاصل أصغر مبتكرين يستعرضان ابتكارهما في استديو سيدتي مواهب وأفكار صغار المبتكرين دائما ما تبهرنا في هذه الفقرة معنا أصغر مبتكرين صنعوا لهم بصمة أكبر من أعمارهم بكثير شاركوا بمعرض مبتكر في جامعة القصيم قبل لا نرحب فيهم خلينا نشوف جزء من هذه المقاطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ونرجع لكم متجر جانس هي منصة تغفر لك أنه تطور موقعك الإلكتروني موقعك الإلكتروني أنا سويت في المنصة بعد خبرة 3 سنين في التجارة الإلكترونية جربت 3 منصات جربت منصة تسلك منصة زد وطورت منصة الخاصة حاليا المنصة اللي تتيح لك هي 4 حاجات أساسية طرق الدفع مع بوابات الدفع أبل باي فيزا ماستر كارد مدى والطرق الثانية كيف تجيب منتجاتك من الصين مباشرة مع علي إكسبرس أو علي بابا أو موردين لوكلز والطريقة الثالثة كيف تسوق المتجرك باستهداف العملاء الحاجة الرابعة والأخيرة كيف تطور متجرك بدون أي برمجة ولكن هو أوبن سورس يعني إذا تبي تعدل عليه بالكود البرمجة تقدر طبعا هذا الفيديو كان لأحد المشاريع ونرحب سويا مشاهدينا بأصغر مبتكر طور منصة إلكترونية للمتاجر استعرضها خلال مشاركته عبد الله الحربي أهلا وسهلا عبد الله وكمان أرحب بالمبتكر الآخر لسترة الكاشفة للغازات القابلة للاشتعال أسامة الجهني أهلا وسهلا بعبد الله وأهلا وسهلا بأسامة أولا نحن فخورين فيكم ومبسوطين فيكم جدا وشاكرة إن أنتوا جيتونا وشرفتونا وهتعطونا هذه الإضافة إن إحنا نتحاور معاكم لبرنامج سيدتي إذا يسمح لي أسامة أبدأ أول سؤال لعبد الله تسمح لي عبد الله شفنا المقطع الفيديو الآن لو تكلمني عن ابتكارك الآن بتفاصيل أكثر ابتكاري هو منصة متجرك جاهز هي منصة تحل مشاكل التجارة الإلكترونية هي منصة تقنية تجارية إلكترونية طبعا المنصة سويتها بعد خبرة 3 سنين جربت أكثر من منصة عبر مواقع التداول جربت منصة سلة جربت زد جربت أطور موقعي الخاص بعد ما خلصت قلت ليش ما أوفر منصة تسهل التجارة الإلكترونية وتكون أوبن سورس في نفس الوقت سويت المنصة هذه حاليا من مزايا المنصة زي ما ذكرت قبل شوي أنه 4 مزايا رئيسية كيف تسوق المتجرك كيف تبني متجرك بدون خبرة في البرمجة وكيف تجلب منتجاتك وأيضا كيف تصمم اللوجو وإيش أهمية اللوجو وهذه كلها تلقيها في المتجر ما شاء الله رائع جدا يعني فكرة رائعة وحرجع بعدين معاك لموضوع قبل 3 سنوات يعني احنا نتكلم يعني كنت لسه سنة سادس ابتدائي يعني صحيح فرح نتكلم بعدين في ده الموضوع ولكن كمان خلينا ننتقل لعبد الله كلمنا عن الابتكار حقك سترة تقوم بإشعار رجال الدفاع المدني المباشرين لحالة الطوارئ بوجود تسرب غاز قابل للاشتعال بشكل تقني لتنبيه رجال الدفاع المدني باتخاذ قرارات أو القرارات اللازمة قبل وقوع الانفجار نعم عبد الله أسامة أنت أسامة وأنت عبد الله طب فرادة من أول وإحنا ملخبطين فيكم طيب أسامة يعني هذا الستر اللي فكرت فيها إيش اللي خليك تبتكر هذا الموضوع وتفكر فيه ليش فكرت فيه رجال الدفاع المدني يعني شيء جديد على الأمن وكذا رجال الدفاع المدني يعني وأنا يعني كم شخص معنا ممتاز أسامة أنت في أي صف؟ أول متوسط وعبد الله؟ ثاني متوسط تذكرين يا ريم إحنا وإحنا في أول متوسط وثاني متوسط؟ أنا كنت لسه في الفوازير كنت في الفوازير؟ أنا كنت أتفرج على الفوازير فما شاء الله تبارك الله الله يحميكم ويعني بارك لأهاليكم اللي اشتغلوا وتعبوا عليكم انكم اليوم انتم توكم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم في الحياة ما شاء الله تبارك الله
مبتكرين. خلينا ارجع لك عبد الله. عبد الله انت مين معك في البيت حاطط يده في يدك كذا ويشتغل معك في الموضوع ويشجعك؟ صراحه كل اهلي، يعني عندك الوالد والوالده كانوا اذا فضل الشخص يعني يساعدني، مثلا الوالد بعض الاحيان يكون مشغول فيساعدني الوالده، ايام الوالده تكون هي المشغوله فيساعدني الوالد. في البيت كلهم يعني ما شاء الله كانوا يوفروا لي جميع وسائل الراحه انه اشتغل في مشروعي يعني بشكل عام. الاهتمام بموضوع التطبيقات وتطويرها، انت بدات قبل 3 سنين هذا المشروع، كنت يعني في الصف السادس ابتدائي. انت ايش اللي تعرفه عن تطبيقات الشراء وتطبيقات التداول وتطبيقات هذه؟ يعني كيف هذا الشيء حقت كبار مره، مو اي كبار، كبار والمتعمقين في هذا المجال، ايش الخلل اللي شفته وقلت انا بدي اشتغل على هذا الموضوع؟ هو الفكره راودتني بعد ما احد من زملائي في المدرسه قال لي نفسي افتح متجر الكتروني، كان يشوف المتاجر كثيره الكترونيه وكان يقول ابى افتح متجر الكتروني، وقتها ما كان في منصات كثيره تساعد على ذا الشيء. نعم. فجت الفكره قلت ليش ما اساعد انه اسوي منصه الكترونيه تساعد الكل انه يفتح متجره بطرق سهله توفر الكل التجاره الالكترونيه، خصوصا انه حجم التجاره الالكترونيه في تضاعف في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. مزبوط. يعني يمكن صارت أكثر من 20 مليار دولار على ما أعتقد في 2020 فقط يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راودتني الفكرة، ولكن ما كنت خبير برمجي وقتها ولا أعرف ولا بالبرمجة شيء، بس بالثلاث سنين دي طورت خبرتي البرمجية وخبرتي بالتجارة بشكل عام. أسامة أنا هرجع لك، أخلص مع عبد الله وأحتاج كمان إن إحنا نتفصل كثير. مين من المدرسة اكتشفك في البداية وشاف ميولك هذه إنك تشتغل على هذه المنصة؟ هو إدارة الموهوبين ببريدة، مجمع الأمير فيصل بالمشعل الموهوبين، وأيضا رائد النشاط، كلهم أنا كنت أقول لهم إنه أنا عندي الابتكار هذا ودي أطوره. جميع المدرسة ما قصروا، يعني عندك المدير، إدارة الموهوبين بشكل عام، إدارة المجمع، كان بحيث أي شيء أحتاجه كانوا يقدموه لي من ناحية وقت فراغ أبى أشتغل على الموقع، من خبراء كانوا يجيبوا لنا خبراء يعلمونا كيف نطور موقعنا الإلكتروني. طبعاً نبغى نشوف كمان، هذا هو الرابط حق المنصة، إيش اسمه يا عبد الله؟ cloud-ksa.com. طبعا هذا لأي حد حب يدخل ويستفيد ايضا من هذا التطبيق وهذا الموضوع اللي انت مسويه، صراحه جدا رائع. خلينا ارجع لك يا اسامه، انت جايبه ستره معك، ورينا هذه الستره كيف بتدي، كيف تشتغل هذه الستره، كيف بتتفاعل مع الغازات، كيف بتدي التنبيه لرجل الاطفاء، يعني كلمنا اكثر عن هذا الابتكار. اذا البسها البسها ممكن، وايه واشرح عليها. ايوه طيب، هذه هي السترة اللي يلبسها رجل الإطفاء عشان تكشف عن الغازات السامة، صح؟ القابلة للاشتعال. القابلة للاشتعال، ممتاز. طيب طيب، إذا شبكنا السلك في مصدر الطاقة، نعم، بتصير باللدات لون باللون الأخضر، ورجل الدفاع المدني بيدخل المنطقة المستشعر بيحس بالغاز، بتتغير من اللون الأخضر للأحمر وبطلع الصوت. صوت ممتاز، يعني فيها استشعار برضو، هذا شيء جدا جميل، يعني صراحة ابتكار رائع جدا. كيف شاركت بهذا الابتكار في هذه المسابقة؟ تفضل اجلس. بترشيح المشروع من قبل مشرف الموهوبين. انت اصلا من الموهوبين في المدرسة؟ كيف بيدعموك في المدرسة؟ كيف الأستاذ مثلا اكتشف هذه الموهبة اللي عندك؟ كان يعني يساعدونه، ويعني هم حفزونا ان نبتكر، ويعني اعطونا كانوا فتحوا الطريق لنا عشان نبتكر المشاريع وكذا. اسامه شفت انت قلت لي ان فيها مزود للطاقه تشحن الستره، يعني ولا ايش تقصد بمزود الطاقه اللي انا شفتها فيها؟ المصدر الطاقة هذا نشبك بالبطارية أو أي شيء فيه طاقة يعني، ونحط كذا بتتغير بتشتغل، بتبدأ تشتغل الستر. يعني انا اشحنها السترة للشحن او ما فهمت الى الان، انا لما احط اليو اس بي هذه وين احطها؟ بالمصدر الطاقة مثلا. اوكي، هذه اثناء استخدامها. ايه اوكي اوكي، يعني انت بصراحة هتكون يعني قدمت خدمة تطويرية في خدمات الدفاع المدني، خاصة لرجال الدفاع المدني. انا غيرانة في وقتكم، انا ما كنت زيكم.
شايفه كيف هم ما شاء الله محظوظين اليوم هذا الجيل الجديد في هذا الجيل، واحنا جدا نفتخر بوجود جيل صاعد مهتم بالاختراع وبالابتكار وليه اهتمامات علميه عميقه. يعني انتم اللي نفتخر انكم تكونوا في السوشيال ميديا، نفتخر انكم تكونوا في الواجهه، لانه انتم قدوه للطلاب التانيين اللي في سنكم. كلمونا عن ردود الفعل من اصحابكم زملائكم لما يشوفوكم شاركتوا في مسابقه وفزتوا بهذه المسابقه. تفضلي يا عبد الله. طبعا من ناحيه زملائي في المدرسه كانوا جدا داعمين لنا، خصوصا انه احنا قاعدين نمثل اولا مدرستنا ثم مدينتنا بشكل عام والمملكه، فهذا فخر لي شخصيا وفخر للمملكه وفخر ايضا لمدرستي. فلم يكن هنالك يعني ردة فعل سيئة، ولكن كانت ردة فعل جيدة من ناحية أعطتني زي الحماس إنه أكمل مشروعي. بالضبط. وأنت يا أسامة؟ حفزوني يعني دعموني وقالوا إن اشتغل وركز عليها أكثر عشان بعد إن شاء الله يعني يصير اختراع على أرض الواقع نستفيد منه. مو بس رجال الإطفاء أو الدفاع المدني اللي يستفيدوا منه، ممكن حتى الناس اللي يشتغلوا في المعامل الكيميائية وكذا اللي ممكن تكون فيها مواد قابلة للاشتعال يعني، وممكن نستفيدوا منه كمان. أنت الآن أسامة بعد ما وصلت إلى هذا الاختراع وصار اختراع الآن جاهز، هل حصلت على براءة اختراع باسمك فيه أو لسه في الإجراءات؟ لا باقي. باقي. يعني أنا أتوقع لك مستقبل مش بس كمبتكر، كرجل أعمال كمان. تعرف أن أنت لما تأخذ براءة الاختراع على هذا ويبدأ عندك المنتج، لو بعته على مصنع ولا بعته على جهة، ويمكن يكون منتج محلي سعودي نفتخر فيه في يوم من الأيام ونصدره. يعني أنا شايفها قدامي صراحة، أتمنى المشاهدين يركزوا معانا في هذا الشيء. أنا شايفة الآن السعودية بعد 10 سنوات هذه قاعدة قدامنا، هذا الرجال اللي هيكونوا موجودين، هذول الناس اللي هيصنعوا لنا فعلا اختلاف وقيمة وحقيقة. فيعني أتمنى أن أنتم تشوفوا عبد الله وأسامة كنماذج موجودة في بيتكم. يعني أتمنى من أولياء الأمور والأهالي والمدرسين ازرعوا الابتكار في نفوس أطفالنا عشان نشوفهم في يوم من الأيام ما شاء الله. كمان عبد الله أشوفك متحدث شاطر على فكرة. يعني شكرا لك. يعني ما شاء الله لبق وبتختار كلماتك انت، يعني اشوفك مختارة كمان ومنصة وتكون رجل اعمال، يمكن تكون اعلامي كمان في يوم من الايام ان شاء الله. انا اسامة شفته رجل اعمال هيكون ناجح بزنس مان، وفي اعلامي صغير جالس قدام. ما شاء الله عليكم. ايش طموحكم في المستقبل انت يا اسامة؟ ايش طموحك في المستقبل؟ ايش نفسك تصير؟ ايش نفسك تتخصص مثلا؟ اتمنى ضمن الذي ذكرهم سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله كمهندس تقني. مهندس تقني بإذن الله. يعني ناوي تتخصص في الجامعة في إيش؟ إيش القسم يعني؟ هندسة كهربائية، هذه الحاجات، كيمياء، الأشياء دي الصعبة يعني ما شاء الله أنت أتوقع قدها. وأنت يا عبد الله إيش طموحك في المستقبل؟ طموحي أكون رائد أعمال ومبرمج، وأيضا من طموحاتي أني أكون من الفائزين في مسابقة آيسف. طبعا في إخواننا السعوديين اللي فازوا في مسابقة آيسف، إخواننا وأخواتنا، هذول اللي كانوا يمثلون الوطن بشكل عام، كلنا فخرنا فيهم، والسوشيال ميديا كلها كانت مقاطع فخر فيهم، ومهما نسيتهم السوشيال ميديا سيكونون مخلدين في ذاكرتنا. بالضبط. انا اتمنى ان شاء الله هم مثال اعلى بالنسبه لي انه اكون زي مكانهم ان شاء الله واعلى باذن الله. باذن الله. ابغى اتكلم عن هذا الموضوع، لما شفتوا هؤلاء الفائزين الابطال ال 22 جائزه اللي وصلوا فيها، ايش كان شعوركم لما شفتوا؟ كيف حماسكم في هذا الموضوع؟ ايش قلتوا لنفسكم؟ كيف حفزتوا نفسكم انه انا كمان ابغى اكون هنا؟ انت يا اسامه. يعني ان جاني شعور ان اقدر اوصل هالمكان وطموح باذن الله. وانت يا عبد الله؟ ثاني شعور بالفخر، خصوصا انه سعوديين وصلوا الى هذا المكان ان شاء الله، انه ايضا حتى زي ما هم مثلوا الوطن وافتخروا في الوطن، ان شاء الله انا اكون ايضا وجميع زملائي في المدرسه وجميع شباب السعوديه يكونون مثال لهم ويجعلون الوطن يفتخر بهم. بالفعل يعني قلت كلمة مهمة، إنكم تكونوا مثال يحتذى به ونفتخر فيه، أنت والطلاب وزملائك. يعني الله يهدي الجميع كده ويكونوا زيكم ما شاء الله تبارك الله. سعيدين جدا بوجودكم معنا، ومتأكدة لو بدنا نشكل في المستقبل القريب حنشوف أسماءهم. يعني أنا متأكدة من ذلك، وصراحة يعني أنا مستمتعة وأنا قاعدة أسمعهم. يمكن أنا ساكتة كذا، يعني فعلا فخورة فيكم، ومش أنا بس. قلت كلمة جميلة، شبابنا وبناتنا، قال كلمة كذا أنا قاعدة تصفنت فيها. مهما نستهم السوشيال ميديا فهم موجودين، لن تنساهم السوشيال ميديا،
ولن ينساهم الإعلام، ولن ينساهم الزمن، ولن تنساهم الرؤية، ولن ينساهم مكانهم، لأن هذول هم الباقون. بالضبط. هذول هم الحقيقة، هذول هم الواقع، هذول هم السعودية الحقيقية، هذول هم أبناء المملكة. وأنتوا الآن البذرة الجديدة اللي قاعدة تطلع واللي لسه كمان هنشوفها، وزي ما أنتوا موجودين اليوم معانا في الاستوديو، أنا متأكدة أن خلف البيوت في ألف مبتكر وألف مبتكرة وألف مبدع وألف مبدعة، كلهم في هذا الوقت من السعودية هم زي البذرات اللي قاعدة تنمو عشان نحصدها قريبا بإذن الله ونفتخر فيها جميعا. أحب في الأخير نختم معكم بهذا السؤال، أنتوا الآن في هذه الواجهة إيش رسالتكم اللي تقولونها لزملائكم؟ أبدأ بأسامة. رسالتي للشباب باستثمار أوقات الفراغ، ما يلعبون ببجي، هو بس ببجي في أشياء كثيرة، لا يلعبون أي لعبة. استثمار أوقات عشان يعني المصلحة البلاد. بالفعل. وانت يا عبد الله؟ أنصحهم زي ما قال أخوي أسامة بالكلام هذا، وأيضا أنه لو تفكر حنا شباب 20-30، فحنا اللي راح نصنع الرؤية، حنا اللي راح نبني الرؤية بالطريقة اللي إحنا نبيها. فلو ما اشتغلنا على الدراسة بشكل عام والابتكار ستكون الرؤية صعبة من تنفيذها، فنحن الذي نصنع الرؤية بأنفسنا. ما شاء الله عليكم عبد الله الحربي وأسامة الجهني، شكرا لوجودكم معانا اليوم، وأكيد الشكر موصول لأهاليكم اللي شرفونا اليوم في استوديو سيدتي في قناة روتانا. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل إتيكيت التعامل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 5 مليارات شخص حول العالم، وتحديدا بالسعودية بنسبة كبيرة وصلت إلى 98%. لذلك أصبحت مواقع التواصل جزء أساسي من حياتنا اليومية، ولكن البعض يسيء استخدام هذه المواقع بطريقة أو بأخرى. نتعرف اليوم على إتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي مع ضيفتنا في الأستوديو مدربة الإتيكيت الأستاذة مي الطيب. هلا وسهلا بك أستاذة مي. أهلا وسهلا، مساء الخير، كيف حالكم؟ هلا وسهلا بك. إن شاء الله بخير. أنا جدا جدا سعيدة أنه اليوم مع الأستاذة لبنى عبد العزيز والأستاذة ريم، يعني لما شفتكم في الشاشة صراحة فرحت، لأنه دائما أسمع يعني الكلامكم في واقعية، في عقلانية، ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يوفقكم دائما. الله يسعدك، واحنا سعيدين جدا بوجودك معانا، وخصوصا اننا نتكلم عن هذا الموضوع إتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي. هو المفروض يكون في إتيكيت؟ هو طبعا لازم يكون في إتيكيت، لانه يعني شيء افتراضي، انت ورا الشاشة ما بتشوف الناس اللي تتعاملي معاهم، ما في بدي لانجويج، ما أقدر أطالع عيني بعين، لا. فلازم يكون إتيكيت، في حدود معينة، في ضوابط تتفق مع كمان الذوق العام. شيء ثاني، لازم كمان أنا أعرف ثقافة الناس، مثلا إذا أضفت أجانب، أوروبيين، أسبانيين مثلا، بريطانيين، لازم أعرف الكلام اللي يناسبهم، الكلام اللي هذا عندهم عادي عندهم مو عادي، عشان ما أقع في إحراج. ففعلا السوشيال ميديا الآن جدا إحنا نحتاج إنه نفلتر، نحتاج نختار، ننتقي المواضيع، مو بس إنه مثلا تابعت مشهورة معينة أروح مثلا يصير كلام نقد، غيبة، نميمة، لا، أنا أنتقي الناس اللي أبغى أختارهم واللي أبغى أتابعهم. في نفس الوقت بلاش إصدار الأحكام وبلاش النقد الزايد، بالعكس الناس الآن ما تبغى النقد البناء، تبغى المدح البناء. ويمكن زي ما بعض الناس يقولوا إنه شيء نفسي هذا، لكن لازم يكون في عدم مبالغة في الأمور، يعني حتى لو أنا مشهورة أو مثلاً إعلامية أو إنسانة عندي علم أبغى أقدمه، مو أطلع وكل حياتي الشخصية وحياتي الأسرية الخاصة أطلع على السوشيال ميديا، لأنه هذا بيسبب بعد كذا قيل وقال وثرثرة، والثرثرة جداً سيئة. طيب أستاذ ما يخليني في البداية أحدد معاكي، إحنا هنتحدث عن مقدم الرسالة أو المحتوى أو المتلقي، وهل هناك إتيكيت للمقدم وهناك إتيكيت للمستلقي، للمتلقي عفوا، المتلقي صح ولا لا؟ إيه. طيب
اسمحي لي ابدا معك كذا زي ما يقولوا كذا ببساطه. ومشاهدين الحين اتوقع حالهم كذا، واحده مشاهده قاعده حاطه دله القهوه قاعده تقول لك اتيكيت مين والناس نايمين. اللي قاعدين نشوفه في السوشيال ميديا ليس له علاقه لا بالاتيكيت، انا اسفه، ولا بالادب ولا بالقيم ولا حتى بالذوق العام. وللاسف الشديد، وللاسف الشديد واكاد اجزم انه اصحاب المحتوى المنتقى واصحاب المحتوى اللي يتعبوا عليه لا يعلم عنهم احد. لا يعلم عنهم احد، ولا يروح لهم المتابع، ولا يبغاهم المتابع، ولا يشوفهم المتابع، ولا يطق لهم خبر زي ما بيقولوها اخواننا في بالعاميه. بينما يقول لك العفوي تلقائي، ما ابغى يعني اكثر في هذا الكلام، ولكن اللي 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 مش عارفه كيف اشرحها، خليني اقول لك يا بالعاميه، اللي جايبين العيد على السوشيال ميديا هم بالعاده اللي بيكونوا اكثر شهره، هم اللي بيكونوا اكثر من المتابعين، وتلقيهم مثلا في ايام قليله او شهور قليله ضربت الملايين عندهم، وهذه ذائقه المتابع. انا بقدم اللي يبغى السوق في اي اتيكيت. اسفه لو اطلت في شرحي، ولكن كيف امارس الاتيكيت؟ ويعني لو انا صانع محتوى، خليني ابدا معاكي بمقدم المحتوى عشان اكون دقيقه في سؤالي. كيف اتبع الاتيكيت وانا ابغى متابعين ومشاهدات وابغى الناس تشوفني والناس تعرفني؟ هو زي ما تفضلتي حضرتك انه انت قلتي ماخذينها الناس مثلا مصدر دخل لهم، ويبغوا متابعين ويبغوا مشاهير، قصدي يبغوا متابعين وفولورز كثير وكذا علشان يكون مصدر دخل. اكزاكتلي بالضبط. ايوه، بس انا اشوف من ناحيه برضو يعني حتى الناس اللي زي كذا بعض العقليات توهم صغيره، يعني لسه ما شافوا الحياه، ما شافوا الخبرات، فهم في العجه طايرين. بس لما يكبروا بعدين وهيشوفوا انه الحياه لا تتطلب في اولويات، في مهام، في مسؤوليات، بكره البنت تتزوج يصير لها بيت، يصير لها اسره، فتحتاج انه تربي كويس، السمعة الطيبة، مو كل شيء كمان ينتشر في الحياة. فزي ما قلتي إنه في بعض الناس اللي تعبوا على المحتوى هم اللي قليل، وبالعكس ما حد يلتفت لهم، والناس اللي طالعين بعفويتهم، بس حتى لو طالعة بعفويتي لازم يكون في بساطة. يعني في واحدة من المشاهير سافرت برا وقضت إجازتها برا، بس إنها ما قاعدة تصور 24 ساعة لكل شيء. يعني في الأخير آخر يومين صورت، لكن الأيام الأخيرة قالت أنا بستمتع مع أهلي. صح. بالطبيعة أحترمها جداً. إيوة أحترمها جداً. لأنه في النهاية إذا تسمحي لي أضيف شغلة، أحياناً أول ما أدخل مجال الشهرة وألتمس، ريم يمكن قالت كلمة، هي حالة نفسية الشهرة، وحالة ممتعة وحالة جميلة وكلنا يعني نستمتع فيها أول ما نستشعرها، بس أحياناً تشدنا. تسحبنا على طريق يمكن بعد كم سنة نقول أنا كيف تصرفت هذا التصرف؟ أنا كيف قلت؟ أنا كيف طلعت بهذا المنظر؟ أنا كيف أهنت شكلي واسمي وأحياناً اسم أهلي وسويت هذا السلوك في السوشيال ميديا؟ للأسف الشديد لما تسحبنا الشهرة أو لما تسحبهم الشهرة أحياناً وكأننا ندخل في حالة من السكرة، حالة من عدم الإدراك، حالة من عدم الوعي، ألقى سنابة ورا سنابة ويلقى عقلي مركز في عدد المشاهدات وعدد الكابتشر وعدد الكومنت وعدد التداول، ولما تغلطي يشجعك على الغلط يقول لك ايوه صح اجلدي احسن كملي، فتتمادي في الخطا وتفكري انه هذا الخطا اصبح حاجه عاديه، انا اصلا ما بسوي شيء غلط، كل الناس بيسووا زي كده، وهنا تقع الكارثه. هنا استاذه مي، لما على فكره كمان نلقى سلوك الشباب وسلوك البنات الاثنين نفس يعني ما يفرق بين شاب وبنت اذا كانوا مشاهير. احنا الى الان نتحدث عن مقدمي المحتوى. لو هتعطينا ارشادات، خلينا نقولها نصائح تحافظ على جوده محتوى وعلى جوده اداء وجوده تقديم وجوده تواصل ايضا مع المتابعين. احنا بنشوف بعض المشاهير تحط الكومنت، ويعني إذا كان أحد مثلا انتقدها تحطه وتنتقده وتسيء إلى المتابع، فهل هذا صح أو غلط؟ فأحتاج لو تعطينا إرشادات دقيقة لنا مقدمين المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث نكون متزنين. ومعادلة صعبة ما بين كيف أصنع شهرة ومتابعة وعلاقة مع المتابعين وفي نفس الوقت أحافظ على اسمي وقاري. هو شوفي، لازم إحنا قبل ما انه مثلا انا اكون مع اسوي قصدي محتوى
وابغى ارتب محتوى هادف للناس وثقافي معين، لازم انا اول شيء ارتقب نفسي، اهذب نفسي من جوا، يعني اراقب كمان في رقابه ذاتيه عاليه على ايش انا اللي بقدمه. بعد كذا اذا انا اخترت محتوى هادف، زي انا بعد كم يوم طبعا هو انا اعلم نفسي اول قبل ما اعلم الجمهور او اعلم الناس، انا والله اطبق اول شيء هذه الاشياء على نفسي. اذا انا اخترت مثلا محتوى هادف مع احد الاشخاص، نضع انا وياه قواعد بنود، انه كيف مثلا بختار الماده العلميه، الماده الثقافيه. بعد كذا حتى لو انا نشرت يعني دورتي، قدمت مثلا دوره في الاتيكيت او السلام الداخلي او وات ايفر او في اداره الموارد البشريه، اذا قدمنا المحتوى بشكل مرتب ومنمق، بعد كذا ممكن يردوا علي الناس في تغريده او في الفيسبوك كومنتس، حتى لو انهم يعني انتقدوني. ما يصير انت على طول تنفعلي، صح؟ ما يصير انت تزعلي على طول وتغضبي. هم قالوا رأي، انا اكون هادية وما ارد على طول، يعني ممكن تعلمت هذا الشيء كمان، اجلس يوم كامل بعدين انا ارد على الرسالة، لانه احيانا المود يختلف. صح كلامك، تكوني انت متنرفزة او زعلانة وثاني يوم بتكوني اروق، فبعدين تردي. فانت دخلتي مجال الاعلام، هتعرف هتجيك انتقادات وهتجيك مدح. فانت مثلا احد رد كتب لك في التعليقات، خذيها بطريقه انه كيف انا اصلح ذاتي، انه كيف ابغى. وحتى لو يعني هيكون في رقابه في البدايه لما اعرض محتوى، اعرف انه هذا والله اقيسه بجميع المحاور والنقاط الايجابيه والسلبيه، هل هلقى انتقاد او لا. وكمان النقاط الثانية أنه مفروض أي أحد ينتقد يدخل لي خاص. يعني أنا مرة قد صار في أحد الزملاء المقربين بالفيسبوك كان مذهبه مختلف عننا، فأنا أحترم هذا الشخص وما لي دخل بالمذاهب والأديان، يعني أحترم كل الناس بغض النظر إيش أنت مذهبك أو هذا، بس أنه كاتب على مذهبنا طريقة معينة في الحوار. فصراحة لأنه الشخص يعز علي دخلت عليه خاص، يا فلان الله يخليك امسح التعليق اللي انت كاتبه، ترى احنا نحترمكم وانتم فيكم واحنا فينا، بس انه مو حلو يعني انت زينا من نفس البلد بس المذاهب تختلف. فكل اختلاف أمتي رحمة، واختلاف الناس يعني بالعكس انا مع الاختلاف، مو ضد الخلاف، يعني ما يؤدي للخلاف معك، بس الله يسعدك امسح التعليق. فوالله مع لما شاف الكلام معاه انه جيته بطريقه مؤدبه ودخلت عليه على الخاص وانه انت شخص عزيز علي، مسح التعليق. مزبوط. والله اني فرح. رجل محترم. ايوه محترم، مع انه مذهب ثاني وفي كمان ديانه ثانيه، ديانه اخرى غير ديانتنا، برضو علقت عليهم انه بطريقه لطيفه وهذا، فهم حطوا لي لايك يعني، وانه ردوا علي بطريقه انه تعايش. طبعاً تعايش عليكم نور. إحنا مسلمين أنتم مسيحيين، ما في فرق بالعكس بيننا، بالعكس التعايش مطلوب، إلا بالتعايش. وفي الأخير إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبالتقوى وحسن الأخلاق. صحيح. يعني إحنا الإتيكيت حسن التصرف وقواعد السلوك، بإذن الله أنه نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع النبيين بأخلاقنا، يعني إحنا يمكن ندخل الجنة بحسن الأخلاق بعد رحمة الله. بالضبط يعني. فأيوة هو زي ما تفضلتوا كمان أنه نترك أثر إيجابي في الحياة، أنه بكرة أكبر أحفادي بنات أختي الناس أقاربي شوفوا والله مثلا أستاذة لبنى أستاذة ريم تركت شيء يفرح ويشرف. ففي الأخير كلنا ماشيين، اللي يعني يبقى في الحياة هو الذكرى الطيبة ومكسب الناس. أنا والله الآن جيت اليوم كسبتكم معرفة، كسبتكم صداقة، هذا اللي باقي يعني. بالفعل بالفعل. زي ما الله يرحمه قالها سعود الدوسري، واحد من الشعراء كان معه، فيشوفه في واحدة من الدول الأجنبية الناس يجوا يسلموا عليه، الله يرحمه وغفر له، فقال له يا أخي هذا مكسبي يعني من الحب، الناس كفاية الناس تحبني. صح طبعا. فهذا اللي احنا يعني احنا شفنا قبل فتره كان في نقاش وجدال في تويتر تحديدا بين اعلاميتين وفنانه، وكلام صراحه الواحد يخجل انه يقوله، فما بالك لما تكوني اعلاميه ولك اسم ومكانه تدخل في هذه المهاترات يعني. وكثير ناس انتقدوا هذا الموضوع وانه هذا المفروض ما يكون. يمكن النصيحه الذهبيه اللي ذكرتيها انه الواحد لمن يستفز لا يرد في نفس اللحظه،
يستنى لبكره، يمكن مشاعره حتتغير، رد فعله حيتغير، يمكن حيشوف الموضوع تافه وما حيسوى يعني. طيب يعني موضوع اخير ما اتكلم فيه هو موضوع انه انا شفتك اونلاين وما رديت علي، ان جاتني رساله من فلان انا اونلاين وما رديت، انت طالع اونلاين وما رديت، كيف المفروض الواحد يتعامل في هذا الموقف؟ شوفي، علشان تحافظي على السلام الداخلي وعشان قلبك نظيف دائما وتحب الناس كلها ويعني تسامحي دائما ويكون دائما تعاملك مع الناس يعني بطريقة راقية وتتركي دائما انطباع حلو، حسن الظن. صح، يعني نحسن الظن. مثلا فلان والله أونلاين وأنا قاعدة أرسل له وكذا، لو إنه شيء ضروري هيرد علي يعني بعد وقت، حتى لو خلص يكون هو مثلا عنده اتصال، عنده مثلا ظرف طارئ، مثلا مودي ولده المستشفى، مودي احد الوالد الوالده مستشفى، انسان مثلا مشغول او قاعد يتكلم مع مدير العمل في الواتساب، فانا ليش يعني اقول اعطي له 70 عذر؟ مظبوط، الحديث النبوي يقول انه التمس لاخيك المسلم 70 عذر، يعني انا اعطي له 70 عذر يا شيخه، اذا خلصت ال 70 اعطي له كمان عذر. اهم شيء احسن النيه واحسن الظن، وبعد كذا هو هيرجع يرد علي وقت ما يكون فاضي. بعدين كثره فعلا الواتساب، كثره السوشيال ميديا فعلا بتجيب طاقه سلبيه. صحيح. اذا احنا ما قننا واستغلينا الموضوع صح 100%. فنحسن الظن، حسن الظن مره مكسب. طبعا استاذه مي، كل ما ذكرتيه انا نفسي تعلمت منه الان. يمكن انا اعترف اني في بعض السلوكيات يمكن كنت امارسها بانفعاليه شويه في حساباتي على التواصل الاجتماعي. من خلال لقائنا معك انا حابه اقول كلمه واتمنى تقوميني فيها اذا اخطات، لكل الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا، او ما شاء الله يمكن امبارح كنا نسولف قلنا اصبحوا المشاهير اكثر من المتابعين، احنا في زمن اصبح عدد المشاهير اللي موجودين على الساحه ومن يقدمون محتوى على الساحه ولهم متابعين اكثر من المتابعين انفسهم. ففي حال احد قرر انه يكون مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي وحابب انه يمارس هذه المهنه او يمارس هذه الشغف او الموهبه او الهوايه، اذا كنت بنت انا دائما هذه انصحها، واعتقد ان هي من السلوك ما هو قبل الاتيكيت، حطي دائما قدام عينك اهلك، حطي دائما قدام عينك ابوك اخوك زوجك عمك خالك، حطي الناس، لان اذا انجرفت وعلى بالي اني قاعده انزل سنابه وكول والمشاهدات و بعد كم سنه هتقولي ليتني ما نزلتها، لانه في السوشيال ميديا اذا راح الشيء ما يرجع، اذا نزلت شيء واخذوه الناس والله ثم والله ثم والله ان طلع ما يرجع، السمعه ان خربت ما تتحسن، قيمي ان بعتها عشان اشتري، عشان بعت نفسي عشان اشتري متابعين ومشاهدين وأصير مشهورة ويتحدث عني القاصي والداني بإني كل مرة أخلع قيمة، كل مرة أكسر مبدأ، كل مرة أخسر نفسي أكثر عشان أكسب فلوس أكثر عشان أصير مشهورة أكثر، حتجينا اللحظة اللي نعض أصابع ندم عليها، خاصة إن سببنا ضرر لأهلنا. وإذا كنت رجل، حتى الرجال، حتى إن كنت رجل، خروجك في السوشيال ميديا بطريقة تجاهر فيها وتتباهى فيها وتذم بطريقة اللي يأخذ المزحة والضحكة وما يقال وما لا يقال بحجة إنك رجل والسوشيال ميديا مفتوحة، أنت في النهاية بتهين نفسك، بتهين وقارك، بتهين أسرتك وعائلتك. اعتبر لزوجتك اللي قاعدة تشوفك أو لأمك اللي قاعدة تشوفك أو لبنتك، اسمك أنت، اسمك اسمك اسمك، أصبحنا نتنازل كل يوم، نتنازل أكثر وكل يوم نبيع أكثر وكل يوم نشوه في أسماءنا وفي أشكالنا وفي حتى مواطنتنا. إحنا لما نخرج للخارج نسافر أو نخرج، السوشيال ميديا الآن أصبحت منطلقة والعالم كله يشوفني. في النهاية إيش يقولوا؟ شوفوا ايش سويت، شوفي من اي بلد ايش سويت، شوفوا الشعب الفلاني ايش قاعد يسوي، ما ياخذ سلوكك على انه سلوك فردي. اتمنى من كل احد في خطته انه يكون مشهور يحط هذا الكلام في عين الاعتبار، لان المضره هنا مش مضره لك لوحدك، لك لبيتك لاهلك لابنائك لابنائك ولشعبك، وهذا الاهم. صحيحي لي. لا صحيح، اتفق معك 100%. يعني لازم إحنا نحط أهلنا في عين الاعتبار، الوالدين الله يحفظهم، أوجه تحية لأمي وأبوي الآن قاعدين يشوفوني، وأخواتي وبنات أختي وبنات أخواتي وعيال أخواني،
ففعلا يعني لما أنا أطلع وأتكلم كلمة حق قدام الناس وقدام المجتمع، أنا أمثل نفسي، أمثل بيئتي، أمثل المجتمع اللي أنا تربيت فيه. يعني طبعا مو مجتمع يكون كامل، ما في شيء، كلنا ممكن نخطأ، وخير الخطائين التوابين، يعني ممكن نخطأ بأي تصرف، لكن نرجع مرة ثانية ونتدارك الأخطاء اللي ممكن نسويها، وتحطي بعين الاعتبار زي ما تفضلتي أهلك والأسرة، وأنت كمان لما تسافري برا بتكوني جواز سفر لدولتك. صحيح. فأنت تمثلي، أنت ممثل دورتك، السفيرة. صحيح. سفيرة، زي في سفيرة النوايا الحسنة، في كمان سفراء لبلدنا، أنه أطلع أمثل السعودية وأمثل دول الخليج والدول العربية بصورة طيبة، الدول الإسلامية. صحيح. يعني كفاية أنت لما مثلا مرة في واحد كان يتكلم أنه سافر أسبانيا، فجات له حرمة على طول طلعت فيه، لأنه كان هو في توقع قصر الحمراء ومكتوب عليه آيات قرآنية، فجات الحرمة الأسبانية قالت له أنت مسلم، يعني عشان الآيات هذه ربطتها حضارة وتاريخ وجمال. فعشان كذا إحنا نبغى هذه الصورة الجميلة عن المسلمين لما نسافر، والله يقولوا هي محترمة بأخلاقها العربية، بتصرفاتها، في أصالة، في لباقة، برضو لباقة في أنه أعرف كيف أتصرف، حسن السلوك والتصرف مع الناس بمختلف الجنسيات طبعا والمجتمعات. طبعا طبعا. فبالعكس أنا أتفق معك 100%، لازم نحط بعين الاعتبار أهلنا وحبايبنا وعائلتنا والناس اللي احنا عايشين معاها، برضو الجيران والحبايب. أكيد كلهم. طبعاً. والله طبعا أستاذة مي، يعني كنت معنا في فقرة من أهم الفقرات وحديث من أهم الأحاديث اللي لازم كنا نطرقه في برنامج سيدتي. شكرا جزيلا لوجودك معنا. العفو، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، ونشوفكم على خير إن شاء بإذن الله. بإذن الله. مشاهدينا أكيد فقراتنا مكملة معاكم، ولكن بعد الفاصل. كلنا الآن قاعدين نخطط أكيد للسفر ونبحث عن فرص للحصول على أفضل وأنسب حجز للفنادق. هذا الأمر يعني إن شاء الله أنه مو صعب، أنا بالنسبة لي صعب، ما أحبه، ولكن بعد الحجز نكتشف أنه يمكن فيه فنادق أفضل وبنفس المعايير، وهذا اللي دائما أنا اللي أطيح فيه. وتلقين الفندق بشكل أفضل وبشكل وبسعر أقل، وتكوني أنت يمكن أخفقتي في عملية البحث. نعم. فهل هناك في حيل ممكن تساهم بشكل كبير في الحصول على عروض فنادق وطيران مخفضة أفضل من اللي أنا ممكن أكون بحثت عنها؟ راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب، فهيد الفهيد، مهتم بالتسويق وتوعية المستهلك. فهيد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا فيكم. طبعا الموضوع هذا كبير، وكثير من الناس يحاول انه يبحث عن حجز الفنادق بشكل ارخص وبشكل مناسب. ايش هو الشكل الارخص والشكل المناسب؟ في ناس يقعدوا يخططوا مثلا قبلها بستة اشهر، يقول انا بعد ستة اشهر حاسافر، اذا انا من اليوم احجز، لانه كل ما كانت المدة بعيدة كل ما كان الديل افضل. كلامك صحيح، لكن في ناس تنظر الموضوع هذا انه شيء خاطئ، انه ممكن الاسعار انها تختلف، انه اذا جاء وقت الحجز بنفس اليوم ممكن انه يكون في اختلاف كبير بالسعر من نعم. قبل ست اشهر والان. نعم. فالافضل الان انه اي شخص لما بيحجز شيء هو على ثلاث طرق. رقم واحد انه يكون متابع لاغلب المواقع حجوزات الفنادق مثل بوكينج واجودا وغيرها. الامر الاخر، الناس لما تيجي تحجز فندق هي على خيارين، يا أنه يحجز عن طريق الموقع، أو هو عن طريق المواقع يحاول يوصل للفنادق نفسها ويتكلم معهم بالجوال أو بأي وسيلة تواصل ويتفاوض معهم عن السعر، بحيث أنه مثلا بيجلس المدة أطول أو ما شابه ذلك. فالآن حنا نشوف كثير من المواقع اللي تظهر، وكل المواقع هذه تحاول أنها تقدم منافسة فيما بينها. ليش؟ علشان توصل أفضل خدمة لك أنت يا العميل. فوش اللي انت تشوف اللي الاهم انك انت تسويه؟ انك انت تتابع كل المواقع، لان كلها راح تتنافس مع بعضها علشان تقدم لك افضل سعر. ومن الطرق انك تبحث بالمواقع كلها عن طريق جوجل، بامكانك عن طريق جوجل من خانه الفنادق محرك بحث، الاغلب المواقع يطلع لك سعر الفندق من اغلب مواقع حجوزات الفنادق. طب فهد، ودي اسالك سؤال. يعني انا عندي سفر قريب وقاعده اخطط له من 4 شهور راحت،
وما شاء الله تبارك الله علي فشل ذريع في عملية التخطيط وعملية الأسعار. نعم. سؤالي كثير مننا الآن زي ما تفضلت عملية أنا أبحث في المواقع وأشوف وأتصل على الفنادق وأتفاوض مع الفنادق بعدين أروح أشوف خطوط الطيران أروح مكتب أروح مكتب أعطي لمكتب كل التفاصيل وخلاص. فإيش الطريقة اللي تعطيني جودة أفضل وسعر أفضل؟ هل عن طريق مكاتب السياحة أو زي ما أنت تفضلت أني أضل أبحث بنفسي؟ أكيد أنه المكاتب راح تعطيك جودة عالية وبترتب لك كل شيء وبتريحك بكل شيء، لكن ما راح تعطيك سعر أفضل وأرخص من أنك أنت تسوي كل شيء بنفسك. فأي شخص يسافر بشكل كبير لازم أنه يكون متابع لأغلب المواقع هذه علشان متى ما سمحت فرصة وراح يكون عارف للمواقع اللي تقدم له الخصومات الأعلى. فعلى سبيل المثال الآن بوكينج لو بحجز أنا عن طريق الفيزا راح يعطوني مثلا كاش باك 10% من السعر، فأروح مثلا موقع أجودا أشوف وش ممكن هو راح يقدم لي من خدمة أو سعر مناسب وأقارن بينهم وأختار الأفضل. فهذا شيء يعني عالمي بأي حجوزات. الآن لو أنا بتطبيقات التوصيل على سبيل المثال لو أنا بطلب من تطبيقات التوصيل المطاعم بلاقي 5 تطبيقات كل تطبيق يقدم لي أحيانا عروضات أعلى وأسعار أرخص من الثاني، فأنا لازم أتابع الكل إذا أنا أسافر بشكل كبير علشان دائما أختار الخيار المناسب والأوفر. طيب ذكرت موضوع التفاوض هذه وكذا بدي أرجع لك على هذا الموضوع، هو ينفع أنا أتصل مع الفندق وأتفاوض معاه في الأسعار؟ لأنه في ناس برضو يقولوا أنه ترى أنك تحجز عن طريق الفندق مباشرة بيكون أرخص من المواقع الأخرى، لكن موضوع التفاوض هذا اللي لفت نظري يعني كيف أتفاوض معه؟ صحيح صحيح صحيح، هي طبعا تختلف من فنادق لفنادق ومن طريقة لطريقة، البعض يصير أرخص من هنا، لكن الأفضل دائما هو التفاوض. يعني أنا مثلا أشوف لأي وسيلة تواصل أتفاوض مع الفندق أنه مثلا أنا والله بجلس عندك مثلا المدة طويلة وأنا عندي كذا وكذا وش ممكن توفر لي، وممكن بعض الفنادق هي تقدم خدمات يعني ما لها ممكن أنت ما تحتاجها عالية بس علشان ترفع السعر، مثلا تقول أنا ما أحتاج الخدمات هذه ولا أبي الأشياء صح. هذه مجرد هذه الأشياء اللي أنا أبيها وحاولوا أنكم تنزلوا لي للسعر مقارنة بالخدمة هذه. أنا ما أعرف يعني هل أنا بالنسبة لي هذا السلوك أنا جديد علي اللي أنا قاعدة أسمع منك أو أعتبر بالنسبة لي نصيحة أول مرة أسمعها أني أنا أروح أتصل على الفندق وأتفاوض معه، لأنه بالعادة لو سويتها أعتقد هتكلم الفندق يقول لك تقدر تحجز، ما حد يحجز بالتليفون الآن على الفندق ما أدق وأحجز. لا لكن هيرجعوني على موقعهم الإلكتروني على بوكينج أو على مواقع التواصل. صحيح كلامك صحيح كلامك صحيح، بس غالبا بالموضوع هذا مو بس فنادق، احيانا فيه فنادق وشقق ما تكون موجوده مواقع الحجز، تكون موجوده بجوجل ماب فقط، فممكن انت احيانا بجوجل ماب تلقى الفندق هذا او الشقق هذه للسكن وما تحصلها ببوكينج وغيره، فممكن تحصل فقط رقم تواصل او اي وسيله كانت وممكن انت تتواصل معهم بالنظام هذا. ممكن تكون هي فنادق جديدة توها بادية ما تطورت لأنها تدخل مع المواقع هذه، فهنا أنت راح تحصل على خدمة عالية وسعر مناسب لأنه شيء جديد. كلنا نشوف مثلا تطبيق جديد أو موقع جديد أو منتج جديد دائما في البداية نلقى أسعاره مناسبة رخيصة بشكل كبير. طبعا هذا بما يتعلق بحجز الفنادق الناس كثيرين أو عوائل كبيرة إذا أشخاص يسافرون بالحالهم فيه أشياء يعني اقتصادية أكبر وأوفر منها بكبير. إيش هي الاقتصادية؟ B&B؟ أي مثلاً Airbnb، بإمكانك أنك أنت تحجز عن طريق Airbnb سكن مع ناس أو عوائل تأجر مثلاً عائلة عندها غرفة تأجرها لوحدها، ممكن أنت تستأجرها بشكل رخيص جداً. أيضاً فيه موقع عالمي ثاني لكن يعتبر فيه مخاطرة شوي، ما في أحد يعني ممكن يتخذ هذا القرار، اللي هو كاوتش سيرفسينج، اللي هو أنك أنت إيش تتخذ تبحث عن الدولة اللي أنت بتروح لها راح يقدم لك خيارات أنه هذول ناس ممكن يستضيفونك أنك أنت تكون ضيف عندهم وبسعر يعني البعض مجاني والبعض بأسعار مناسبة، ويكون فيه أراء عملاء وتقييم لكل شخص يقدم هذه الخدمة اللي هي الاستضافة. طبعا قليل من يقدم هذه الخدمة
وفي ناس لهم تجارب كثيرة بها. الفائدة الأولى منها من غير بغض النظر عن السعر أنك أنت راح تكون مع ناس من هذه القرية أو من هذه الدولة وراح تدخل معهم وراح تتعرف على ثقافاتهم بشكل كبير وبتصير واحد منهم. ولكن الجانب الآخر قد يكون جداً في مخاطرة عالية لأنه صحيح. هذا ثقافة صحيح. أخرى وناس كذا فممكن أي. ما يناسب البعض. فهد الفهيد شكراً بالضبط. لوجودك معنا وشكراً على هذه النصائح. فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل، هل أصبح التظاهر في البراندات العالمية مرض اجتماعي؟ رجعنا لكم مشاهدينا مع الفقرة الأقرب إلى قلبي صراحة، هنتكلم فيها عن حب المظاهر والأمور الكمالية. هي مشكلة يعاني منها الكثير في مجتمعنا، نقدر نقول أنه صار مرض اجتماعي، صار الجميع يبغى يثبت شخصيته وذاته من خلال هذه الأمور، حتى لو اضطر الشخص هذا للكذب أحيانا، وفيما يتعلق أكيد خاصة بلبسه وأغراضه. هالشر صرنا نشوفه بكثرة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. فيقول رأيك اليوم زميلنا مبارك كعادته يحاول إنه هو يأخذ من الناس ويسوي استطلاع يهم الجميع، في يسأل فيها هل ممكن تلبس براند عالمي في أزيائك. خلينا نشوف أبرز الإجابات ونرجع نناقش هذا الموضوع الساخن. أنا وريم. احنا رجال بالعكس ما نهتم بالامور هذه، يكفينا زي السعودي الشماغ والثوب، يعني الحمد لله ما نهتم بالامور هذه. صراحه ما يهمني كثير كثر ما يكون اللبس مرتب وانيق، ما يهم يعني البراندات، يعني صراحه مره الهب بالبراندات وانه يكون من فوق لتحت حسب منظر مره مو بحضاري. لا مش شرط، يعني حسب ذوقي انا، ممكن يبقى في براند معين انا مش حبه تمام، وممكن يبقى في حاجه عاديه خالص شعبية وأحبها حسب ذوقي أنا. والله مش شرط، يعني ممكن لو حاجة أنا شايف إنها مناسبة ليا كستايل وكخامة وكسعر عادي ممكن أشتريها عادي، مفيش مشكلة، لكن مش بجري ورا البراندات يعني. مو بكبر اهتماماتي صراحة، بس إني ممكن أفضل بعض البراندات زي الساعات زي الشوزات، مو بكثير صراحة، مو أكبر اهتماماتي. ليش ما انت مصدقتهم؟ انا مصدقتهم والله، بس انا كنت اتمنى ان مبارك يسال يكثر بنات. يعني ما احس ان هذه المشكله مشكله شباب. يعني هذا السؤال او هذه المشكله هي اكثر يعني الناس اللي يقعوا فيها بنات، ولا ايش رايك؟ والله هذا مشكله البراندات العالميه اللي اصبحت من لوجو واحد او براند واحد او اثنين احنا صرنا نشوفهم هم الاكثر كذا مطبوعين في كل مكان، كذا لابسينهم المشاهير، وانه ما ينفع تصير مشهور اذا ما انت صاحب براند، واذا انت مشهور وما انت لابس البراند ما حتجيب مشاهدات. وللاسف واقع، كل ما كانت في البراندات اكثر كل صار في مشاهدات اكثر للاسف. صدقتي او اصدقك القول، احنا مشكلتنا الان للاسف بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت ابواب حياتنا مفتوحه، دولابي مفتوح، سيارتي مفتوحه، بيتي مفتوح، أدق تفاصيلي مفتوحة، فكيف أفتح بيتي للناس وخلي الناس تدخل عند خصوصيتي وما أكون من أرقى الأشياء؟ لما أفتح غرفة نومي لازم الفازات ولازم الأشياء والمفارش تكون من أعلى شيء، لما أفتح سيارتي لازم تكون سيارتي من أغلى السيارات وإلا ما ينفع أصور فيها، لما أكون طالعة إيفنت ولا طالعة حفلة لازم، شفتي تعرفين الصورة اللي على الطاولة وتحط الشنطة، فهمتي الشنطة؟ أيوة كدا. أيوة تصور جنبها الشنطة وكذا، وبعدين هي ما تطلع في الصورة، هي تصور لك الشنطة. أي. عرفتي؟ والله أحيانا أحس إنه معاهم حق، لأن أنت عارفة أنا مثلا في سيارتي البسيطة المتواضعة لما بالغلط أصور وكذا، تخيل نوعية التعليقات اللي تجيني، معقولة يا إعلامية هذه سيارتك؟ ليش مش معقولة؟ ما أعرف ترى يعني لا شوفوا ترى ال- 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 ما يصدر في السوشيال ميديا، ما يصدر في السوشيال ميديا ليس هو الحقيقي. يعني أنا أعتقد يا جماعة، يعني لو تسألين واحدة إيش سبب شرائك لهذه الشنطة بهذا المبلغ، ويمكن يكون وضعك المادي ما يسمح فيها،
هتسأليها تقول لك انا يعني قله قليله تقول لك انا شريتها لنفسي، واتحداها تكون صادقه. طب انت لما اشتريتيها ونصحتك قلت لك يا ربنا اشتري فيها ذهب عيار 24، اشتري ذهب اشتري، بس طيب. انا بقول لك شغله ريم، واسمحي لي اشرحها عشان طيب. احب اوضح هذا الكلام. انا مش ضد شراء البراندات، وما اطلع يعني اناقض نفسي، انا اشتري براندات وادفع مبالغ في البراندات، بس انا دائما اقول لما تكوني مقتدره اشتري، لما يكون هو ده اصلا مستواكي، لما تكوني مقتدره اشتري، لما تكوني مش مقتدره لا تشتري. لا يعني لما يكون مثلا، انا اعرف واحده راحت سوت جمعية، دائما اضرب هذا المثال، سوت جمعيه بمبلغ وقدره عشان تروح تشتري شنطه، فلما تشتري الشنطه هذه والناس عارفين مستواها الاجتماعي هيقولوا لابسه تقليد. بس لو راحت واحده بنت يعني عائله ثريه جدا ومعروف مستواها الاجتماعي ولبس التقليد، هيقولوا مستحيل لابسه تقليد، هتكون لابسه اصلي. فانا عمليه المناقضه الاجتماعيه والظهور بهذه الاشياء قصوها، انت مش مجرد شنطه، انت حاله اجتماعيه متكامله اكيد. يعني ما سألتني السؤال الأساسي، يهمك تلبس براند عالم في أزيائك؟ أنا ريم ما هم من مستوايا، ما أقدر أنسب بنفسي مستوى، وأنا أصلاً ماني من صاحبة هذا المستوى. يعني أول شيء خليني أشتري بيت، أرض، مزرعة، سدة فواتيري، ولما يكون في أشياء زايدة ممكن السؤال واحد يسوي ويجد نفسه أشياء زي كده. هذا الصح أكيد. مشاهدينا أكيد مكملين معكم مع فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، ماذا لو عاد معتذرا بعد الخيانة؟ الخيانة هي كسر الثقة المتبادلة بين الطرفين، خصوصا لو كانت بين الأشخاص المقربين سواء الزوجين أو الأصدقاء. السؤال هنا، خلينا نمشي مع الموجة المنتشرة ونقول ماذا لو عاد معتذرا؟ هل ممكن نسامح؟ وهل نقدر نقول إنه نرجع نبني الثقة من جديد ونعيدها زي ما كانت؟ رح نتكلم بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا الأخصائية النفسية دكتورة فهدة باوزير. هلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا نريم. يعني هذا المصطلح الآن منتشر مرة كثير، يعني ماذا لو عاد منتشرا؟ الكل بيقول منتشرا ولا هي يعني ريم تبغى تنشره من الآن؟ ماذا لو عاد منتشرا؟ هي نشرته خلاص يعني الناس إني كل الأغلب بنشوف الإجابات والله لا أسوي فيه ولا أسوي فيه ومدري، ولكن في بعض الآخر يقول يا ريت لو يعود معتذرا وأنا أفتح له ذراعي. لكن في البداية، إيش هو السبب اللي يخلي الإنسان يقع في الخيانة ويخون؟ يعني يا ريم شعلت الوضع الحين هدته. طيب ريم، دائما لما تحصل الخيانة الزوجية تحصل عشان في أسباب يعني نفسية وأشياء معينة تسير. ممكن نحن نتكلم عن خيانة، ممكن يكون طرفين، ممكن يكون من جهة المرأة وممكن يكون من جهة الرجل. لكن لو كانت من جهة الرجل، وهذا اللي متعارف عليه كثير، إنه ممكن تكون أسباب أو احتياجات نفسية عند الشخص. ممكن إنه يبدأ في مسألة الخيانة بعد سنوات طويلة من الزواج بسبب الشعور بالملل والروتين، يبدأ يفكر إنه هو يخون عشان يستشعر بالشعور هذا وترجع له مشاعر النشوة، ويبدأ يلفت الانتباه ويحس بالمدح والتقدير والحب. الأغلب بيكون الأغلب هذا السبب. نعم. وبعض الأشخاص ممكن يلجأ للخيانة بسبب مثلاً احتياجات في مثلاً في العلاقة الحميمة، يعني عنده نقص في الشيء هذا فيلجأ لها كسلوكيات. بعض الأشخاص يلجأ إنه بس يبغى اهتمام أكثر زيادة عن اللزوم. لكن احنا في علم النفس يا ريم نبدأ نصنف الأشخاص، إنه بعض الشخصيات لما تكون شخصيته هستيرية، الشخص الهستيري دائما اللي يحب على طول إنه يكون في اهتمام، يكون في حب، يكون في كلام علشان هو يشعر برجولته. نفس الطريقة هذه أحيانا بعض المرأة لما تكون شخصيتها هستيرية هي ما ترتاح إلا لما تلفت الانتباه أو تبغى كلام حب، فما يجيها شعور بالارتياح. طيب في شخصيات أخرى مثل الشخص النرجسي، الشخص لما يكون عنده سمات الشخصية النرجسية لما يدخل في الخيانة مرة ومرتين وثلاثة، هو أساسا ما في عنده مشاعر حقيقية. صحيح. فلما يدخل في العلاقات هو يدخل من باب المتعة، هو ما يهمه المشاعر، الأشياء اللي سواها، الضرر سواء في العلاقة أو في البيت، ما يهمه لأنه ما في مشاعر حقيقية. لو كانت في مشاعر فعلا ما حتصير إنها مع أكثر من شخص. مظبوط. فعلى حسب الشخصيات. صح. فهد صححي لي، قولي حبيبتي، لو نسترسل في موضوع الخيانة اللي تخليه أصلا يروح عشان يفكر يرجع معتذر،
الآن أصبحنا وسعنا مفهوم الخيانة. يمكن أنا دائما كنت أقول في فرق ما بين خيانة ونزوة، في فرق بين خيانة وغلطة. برافو عليك. يعني في ناس الآن أصبحت لو تشوف زوجها برافو عليك ضايف أحد المشاهير على السوشيال ميديا، تابعها ولا حط لايك ولا مش عارف، قلت خني وفزعت الدنيا وقومت الدنيا. لو شافته مثلا، أنا ما زلت أذكر سالفة الشاب اللي جي من دوامه وجايب كوكيز عطته إياه زميلته، تتذكري؟ نعم. وقومت زوجته الدنيا، ليه تجيب لي كوكيز زميلتك؟ طب سلوك عادي، بسبب إن إحنا وسعنا مفهوم الخيانة، فصار المشاكل أكثر، الفراق أكثر، فيروح ويقعد يفكر يرجع يعتذر، ونظلنا في عملية الشد والجذب. هل هذا صحيح؟ برافو عليك، أنت نبهتيني يا لبنى أنه فعلا مفهوم الخيانة عندنا كمرأة كل واحدة يختلف. أنا مثلا لما تجيني للعيادة تقولي زوجي خان، أقول لك كيف خان؟ ليش؟ لأنه بعضها تعتقد أنه مثلا رسالة أو مكالمة هي في نظرها هذه خيانة، تمام؟ لكن لابد انه نحن نفهم ايش مفهوم الخيانه، هل تواصل مستمر، هل سلوكيات حصلت. فكل مراه تختلف عندها مفهوم الخيانه، بعضها ما تتقبل خلاص انه ارسل او كلم معناته هنا عندها خيانه كبيره، فتبدا هي تاخذ القرار يا انها تطلع من البيت يا انها تستمر. وهنا الشيء اللي تعب المراه فعلا نفسيا انها تعتقد انه هو طالما انه خانها معناته انه ما عندها جمال بالشكل المطلوب اللي هو يحتاجه، تنهز ثقتها في نفسها، اي خلل، او ان هي ما اشبعت كل احتياجاتها. المساله ما ننظر لها بالطريقه هذه، حتى لو خان مش معناته انه انت ما انت بالجمال الكافي او انت ما اشبعت احتياجاته. لا، انا شفت نساء كثير جدا جميلات، لكن تقولي ليش؟ يعني أنا إيش ناقصني بهذا؟ أنا إيش ناقصني عشان يروح يخون؟ لا، هي في احتياجات معينة هو الرجل يبغى. يعني ساعات المرأة تقدم كل حاجة وتكون معطاءة بزيادة، لكن هو ما يبغى كل حاجة، يبغى حاجة واحدة. لو أنت أعطيتيه الحاجة الواحدة صار عنده اكتفاء، فما حيروح يدور. أحياناً ترى، يعني سامحيني في اللفظ اللي يقول فراغة عين، هو فراغة حين فراغة. في بعض الرجال خاصة إذا كانت مرحلة مراهقته كان زي ما بيقولوا مقطع السمكة وديلها، فلما يتزوج ما يقدر يقاوم، ما يقدر يظل على امرأة واحدة لا تكفي بالنسبة له، فيروح يقعد على سناب يدردش، صح، على الانستغرام يدردش، وهي تكون في إطار، يعني هي هذا الشيء قاعد يعزز شيء يبغاه، شعور، فتيجي كثير من النساء، كثير من النساء يرسلوا لي أنا شفت زوجي يكلم بنات على السناب، أنا شفت زوجي يكلم بنات على الانستغرام. أقول لها يا عمي صحي، هل ردي عليهم جاي؟ أقول لها اعتبري نفسك ما شفتي. بالضبط، اعتبري نفسك ما شفتي فعلا، لأنك لما هتواجهي هتصنعي مشكلة وما هتنحل. صحيح، فصححي لي إذا إيش السلوك الصحيح. السلوك الصحيح إن هي تكون واعية وتكون مدركة إن أساساً السلوكيات اللي هو حيسويها مؤقتة، يعني حتى لو طول وتواصل معها وبعدين إيش الشيء اللي حيصير في النهاية؟ الرجل يخاف على بيته، يخاف على زوجته، يخاف على سمعته، ما حيقدر يتجاوز، كلها مكالمات أو كتابة. وبعدها ليش؟ لأنه شخصية النرجسي أساساً ما في مشاعر. أنا دائماً أقول لهم ترى ما في مشاعر حقيقية، تقولي لا إفادة، أنا قريت إنه هو كاتب إنه أنا أحبك، وفي يعني أقول له مجرد كلام، هل هو يقصد الكلام؟ لكن ممكن يكون في أفعال وسلوكيات أخرى. لو كان في أفعال وسلوكيات هنا هذه مشكلة ثانية. لو وصل إنه في أفعال وسلوكيات هنا هي لها حرية القرار إنها تتغافل، تسوي إنها ما شافت عشان بيتها وعيالها وزوجها، أو إنها تواجهه وتبدأ تأخذ قرارها إنها تنفصل وتسيبه. فعلى حسب هي وعيها هي إيش اللي حابة إنه توصل. لكن في بعض الرجال لو دخل في الخيانة وصارت أشياء، ترى ممكن يتعلم من التجربة هذه أو من الزلة هذه ويرجع. هتسألي هذا؟ لا، في سؤال جاي يعني من الكنترول. يعني أنا كنت أبغى أنتقل على النقطة، بس بما أن السؤال جاي من الكنترول ومش هقول من مين، من الكنترول. أوكي. يقولك هل الرجل فعلا يقدر يحب أربعة؟ هل هذا الشعور حقيقي فطري؟ طيب أنا بتكلم من واقع العيادة ومن الأشخاص اللي شفتهم. الرجل الحقيقي إذا حب يحب واحدة، ولو تركها يدخل في حالة نفسية اكتئاب وأمور ثانية، وأنا شفتهم وفعلا أشرفت على علاجهم. فلما يكون حب حقيقي ما حيحب إلا واحدة في حياته كلها. ونفس الشيء ينطبق على المرأة طيب. حتى المرأة. فموضوع إنه أحب أربعة مستحيل. والله خلق حب. والله خلق الرجال يقدر يحب أربعة. هذه يعني عبارات تسويقية. خليني أرجع لك فهد، خلينا نرجع
الترند اللي حصل وماذا لو عاد معتذرا، وهكمل حواري معك، ولكن بما أنه وصلنا بالضبط لهذه النقطة، سألنا الناس في استطلاع ماذا لو عاد معتذرا، خصوصا بعد ما شفنا كثير من الناس استخدموا هذا الترند في مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعرهم، سواء كانت مساحة أو مسامحة أو خيبة أو غيرها. خلينا نشوف أبرز الإجابات ونرجع نتناقش معكم. أكيد بسامح، والاعتذار الاعتراف بالحق بالغلط فضيلة، وأكيد بنسامح يعني. أكيد يعني رجل قدم تنازل واعتذر، وهذا شيء مقبول جدا بالنسبة للمجتمع اللي عايشين فيه، وحاجة طبيعية أن الإنسان ما دام اعتذر يجب أن تسمح له وتعافيه، ومن عفى وأصلح أجره على الله. أسحب عليه من الآخر يعني، خلاص الاعتذار إذا كان في سبب يعني أوكي، بس سبب مقبول ممكن أقبله، بس سبب غير مقبول أكيد مثل ما قلت كسب عليه. نقول الله يسامحه ويستر عليه ونعتذر منه. طبعاً أقبل الاعتذار يعني حسب الغلط، عارف شلون؟ يعني أي واحد يجي غلط عليه وجاي يعتذر أقبل. صراحة أنا شفت يعني معرف الرجال حسيتهم كلهم جاوبوا على أنه العائد معتذر هذا صديق، كانت الإجابات أني هقبل الصديق، بس هي البنوتة الأخيرة هي اللي حطت السؤال يمكن في موضعه الصحيح. كيف شفت الردود؟ هم يجاوبون عن أنفسهم يعني، كل واحد كأنه يتكلم عن نفسه أنه هو لو سوى خطأ ورجع لزوجته أنها تقبل فيه، لكن هنا المرأة هي لها حرية الاختيار. لو كانت هي في علاقة ورجع هي لها حرية الاختيار، لو كانت في علاقة زوجية ورجع هي كمان لها حرية الاختيار. هل هي تبغى تغفر وتسامح؟ أوكي، إذا هي ما تبغى لها القرار إنها تبتعد أو تنسحب أو تسيبه. أنا أعتقد إنه الرجل إنه يكون عنده الشجاعة والجرأة إنه يعود معتذراً ويعترف بالخطأ ويحس إنه هذه الزوجة هي كل شيء في حياتي وأنا بالفعل أخطأت واعتذر، لو بين لها بصدق المشاعر بالضبط يعني. فأعتقد إنه هنا يعني أعتقد إنه رجل عظيم صراحة إنه يعود معتذر. صح ريم، لأنه في الصنف الآخر ينكر بالضبط ما حيعترف. طيب إيش الحل المناسب هنا للسيدة، خصوصا لما تكون السيدة عندها بيتها أبنائها؟ هل المفروض إنها تتغاضى عن الخيانة، تقبل الاعتذار؟ في أشياء أولى من إني أنا أفكر بنفسي وبمشاعري أولاً؟ ممكن هناك في أشياء أولى اللي هم أبنائي، هذا البيت، هذه الأسرة. طبعاً عشان ما يتشتت البيت، لكن في نساء عندها القدرة إنها تصبر وإنها تتحمل، في نساء ما عندها القدرة، في نساء تقول خلي فترة على قولهم لين يطيح اللي في راسه وبيرجع كأنها نزوة، في نساء ما تقدر. وأنا أقول على حسب هي إيش هي، هل هي حابة إنها تحافظ على البيت وتمسك وتجلس؟ أوكي، إذا هي مو حابة خيارها في الحياة. لكن العادة دائماً أن الرجال يقولوا أن هي نزوة ويرجعوا بالضبط، ما حيستمروا مع أحد كذا من الأخير. هذا لو كان زوج، هذا لو كان زوج، لكن لو كانت علاقة عاطفية، لو علاقة عاطفية، لأن أنا أعرف أن البيوت لها قدسيتها، ومهما نهز الوتد يرجع يثبت يعني بالطبع. أي امرأة قاعدة تشاهدنا زوجها كذا تأكد أن الزوج زي ما تربينا، الرجال ما له بيتها وزوجته بالطبع. حتى لو كانت لا تطابق مواصفاته أبدا، بس هي عندها وقارها كزوجة صح، وهذا البيت يرجع لها. بس فهذا لو كانت علاقة عاطفية يعني لسه ما فيها ارتباط، يعني أبواب الفرار منها مفتوحة. شوفي، لو كانت علاقة عاطفية، لو هو اختفى وبعدين رجع، السؤال هنا ليش اختفى؟ أي هذا سؤال مرة مهم، ليش اختفى؟ ليش اختفى؟ هل هو كان يمر بضغوط ومشاكل نفسية اختفى؟ طب أوكي، ليش ما كان يقول له إنه أنا أمر بظروف ومحتاج إني مساحة؟ أوكي، لو هو اختفى علشان هو مل من العلاقة هذه عشان يدخل في علاقات ثانية، هذا الأكثر، هذا الوارد. تمام؟ طيب ممكن البعض يستخدم يسمونها الحيل النفسية، إنه هو لعبة أخذها إنه هو يختفي علشان يشوف مدى تعلق البنت، والبنت تدمر نفسياً إنه هو فجأة تركها وفجأة اختفى وتتكركب. هذا سلوك واعي من الرجل؟ واعي. يعني واعي. بيمارسه بوعي. قاصد يحطها في هذه الحالة النفسية؟ بوعي، واحدة من الحيل النفسية اللي هي لعبة الاختفاء والظهور. طب ليش إنه يضع المرأة في هذا؟ علشان الموضوع. تزيد تعلق فيه وتزيد حب وتزيد تمسك. في كثير حيل نفسية، منها إنه هذه لعبة الاختفاء والظهور، منها اللي هو يمارس الثقل والبرود إنه يكون بارد معاها، وفي منها اللي هو يمارس بداية العلاقة اللي يعطيها الاهتمام والحب بشكل كبير وبعدين يبدأ يخفف ويبدأ يختفي.
هذه واحدة من الحيل النفسية. هذه الحيل هل يستخدمها النساء أيضا في العلاقات العاطفية؟ لا أنا ما أتحدث عن النساء. لا ما عندهم. لا طبيعة المرأة إذا هي حابة يعني مثلا إنها تبغى مساحة من العلاقة أو تبغى ترتاح أو تعبانة أو تمر الحقيقة تروح تقول نقول. تقول أنا محتاجة وقت عشان كذا كذا كذا. دائما طبيعة المرأة صادقة تبرر، لكن مسألة إن الرجل يختفي فجأة هنا في شيء. شو التصرف الصحيح؟ أنا الحين فهدة هيشوفوك كمية بنات في هالفقرة وهيحطوا أذانيهم كلها تكبر هالقد، لأنه هذه الحالة أنت ما تتخيلي قد إيش متكررة. تركني، ما صار يرد، ما صار يكلمني، اختفى، يكون ما فيها خيانة ولا فيها شيء، لعبة هي نفسية فجأة. أنا كبنت ذكية ثقيلة وعارفة قيمتي، إيش أسوي؟ لو هي تحبه وهي حابة أن العلاقة ترجع، تعرف إيش سبب الاختفاء. يعني في البداية إذا رجع حيتواصل معها بالتدريج، ما تحاول أنها تبدأ تعاتب أو تبدأ على طول أنه إيش صار، ليش أنت اختفيت. تحاول أن هي تعامله بالبرود في البداية، لما يرجع ما تسأله إيش سبب غيابك أو شيء، تخلي الأيام تمشي. بعد أسبوع هو حيبدأ يبرر نفسه أنه أنا اختفيت علشان كنت مريض، كنت يعني بيكون في كثير من الكذب. لكن ممكن هو اختفى أنه بدأ علاقة جديدة، جرب ما عجبه، حس بالملل، رجع اكتشف أنه يحب البنت هذه ورجع لها. هنا هي 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 حرة. إذا هي حابة إن حابة الشخص هذا وحابة ترجع له ترجع، لو هي مو حابة لا ترجع. لكن تحط في بالها إنه هو استخدم واحدة من الحيل النفسية اللي هي لعبة الظهور والاختفاء، وإنه ممكن يكررها مستقبلا. بالضبط. إيه هنا لا يجيها شعور إن هي حتنكسر وإنه هي محطمة وإنه هو ليش سوى كذا. لا، تصير هي واعية فاهمة اللعبة صح. أنا ما نعرف إحنا ليش أصبحنا في العلاقات وإحنا أدلت وإحنا ناضجين نستخدم هذا النوع من الألعاب. مو حلو. هو إحنا أطفال أو مراهقين؟ يعني لما نكون أنا في مشاعر تجاهك وأنت في مشاعر تجاهي، واحد يكون صادق. بالضبط. يعني إذا أنت صادق أوكي، إذا ما أنت صادق وإنت لعب مع السلامة. بالضبط. قول أنا ماني مرتاح في العلاقة، أنا ماني حاب أستمر. هو يا بنات متعة الشعور بتعلق الآخرين لنا، يمكن أعتقد هذا مرض نفسي آخر. أيوة يعني. هذه من أهم يمكن متع الرجل في مثل هالعلاقة. بالضبط. فهدى باوزير يعني حديث شيق وممتع. الله يسعدك. وأفدت كثير من البنات. شكرا يا ريم، سعيدة فيكم، سعيدة بتواجدي. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. في هذه الفقرة معانا قصة نجاح وكفاح تعود لأربعين عام، ترويها لنا أول سيدة سعودية تخصصت وعملت في الهندسة الكيميائية رغم صعوبة الفرص في ذلك الوقت، لأنها استمرت على التقدم في تحقيق حلمها حتى أصبحت أول سيدة سعودية تنظم أو تنضم لمنظمة أوبك العالمية. زميلنا حسين الحميدان التقى بالسيدة فريدة صويغ، نتابع. حكايتي مع التعليم مرتبطة بالوالد الله يرحمه، أنه كان يشتغل في الهند واستعمل التلغرام، حاله حال العرب كلهم اللي سافروا وتهجروا بين سوريا ومصر والهند. فبعدها صار الملك عبد العزيز الله يرحمه ملك المملكة العربية السعودية، ووحد البلد كلها، وصار يبي يجيب الرعاية اللي راحت تشتتت بعيد، فأرسل مبعوثين جيبوهم في الدول كلها مليانة من السعوديين. فمنهم الوالد، مع أنه يدرس يعرف لغة عربية ودارس وإنجليزي، هذا جابه والملك طلب أنه يجي عنده كمترجم. بعد كده جت شركة أرامكو وطلب الملك عبد العزيز الله يرحمه أنه تروح على أرامكو، لأنه أرامكو كانت شركة أمريكية ما كان فيها عرب، كلها أمريكان، فيبون أيدي عاملة بسيطة من السعوديين. قالوا روحوا جيبوا من جميع مناطق المملكة الناس تجي توظف، فبدأت تجي توظف السعوديين. الثلاثينات كان الوالد مسؤول عن توظيفهم، تدريبهم، ودخولهم على العمل. أبي أسوي مثل أبوي، والناس اللي تجي والانترفيوز وهذا، فاشتغلت في راسي.
واللي زادني حرص أكثر إنه كل واحد من الرجال اللي يعرفون أبوي يا ريته ولد، إيش الولد يسوي أنا ما أقدر أسوي. فقمت أروح مع أبوي المكتب وأشوف الناس تسوي وتشتغل، وهذا اشتغلت لا شعورياً ولا أدري إني كنت بشتغل. فأنا ولدت في سنة 1942، فأصريت على الوالد أبي أتعلم. يقول لي يا بنتي ما في هذا التعليم للأمريكان حين، ولا مدارس وجدت ولا شيء، تونا في البداية. فالملك الله يرحمه الوالد ذكر له السالفة هذه بطريقة غير مباشرة، قال له خليها تدخل. أنا درست في مدارس أمريكية في الظهران، لأنه المدرسة هذه تابعة لأرامكو في ذاك الحقيبة اللي هي بالثلاثينات والأربعينيات والخمسينيات، ما كانت في مدارس للبنات في ذيك الفترة. في عام 1955 جاء اليوم إني خلص، قرر الوالد لما قالوا له أرامكو يعني لها بعثة تروح تدرس. كل المجتمع اللي في المنطقة الشرقية اللي عرفنا رافض الجملة ورافض بعد التدريس. في منهم ناس قالوا خذ معاشة وقعدة بالبيت. قالوا أنا أبيها تشتغل، أبيها تكبر، أبيها تصير، لأنه هي وحيدتي ما عندي أحد. فطبعاً الوالد قال لي شو يا بنتي، أنا بيك تروحين تدرسين ترفعين راسي، روحي والله يوفقك. طبعاً كأب يعطي نصيحة البنت، والوالد كان كثير متفتح على التعليم. فابتدى الحراك نحو تعليم المرأة، والآن الحمد لله عندنا مدارس، عندنا جامعات، وكله متجه على تثقيف وتعليم المرأة، فأثبتوا جدارتهم في جميع التخصصات. نشكر طبعاً الزميل حسين الحميدان على هذه التقارير الجميلة وعلى هذه السيدة الجميلة والنبيلة فريدة الصويغ. طبعاً مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، كانت جميلة وكانت ممتعة، ونذكركم بالمشاركة أكيد في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج الظاهر أمامكم. أشكركم على حسن المتابعة، شكراً ريم، شكراً على هذه الحلقة، شكراً جزيلاً، استودعكم الله في أمان الله، بكرة حلقة جديدة.